حفل الكريم متابعينا الكرام مستمعينا على فاضل، تحيتنا متجددة بتجدد انطلاقاتنا وتحدياتنا وانطلاقاتنا في أيضا أرضية هذا الميدان، تحفة ميادين السباقات، ميدان المرموم الذي تشاهدون من خلال هذه التحديات الكبيرة. وصلنا إلى سن الإبداع دائما في عالم هذه الأصالة، سن الإذاعة التي تنطلق به هذه الأسماء. شوطنا العاشر ينطلق بحفظ من الله وتوفيق، يحمل تحديات الإبكار المهجنات الأصايل. نتمنى لكم التوفيق أيها المشاركون المجتهدون. مباشرة نسير إلى المركز الأول وإلى الصدارة لأتابع الانطلاق، لأتابع المنافسة، لأتابع الاندفاع. هذه هي الشبابية، الشبابية اللي على المركز الأول لمحمد بن سويد بن قشمان المنصوري، يتقدم على المقدمة الأولى، بينما مذعورة بالمركز الثاني لمحمد بن سريع بن محمد بن حطاب الاكتبياتية مع المركز الثاني. بينما انتقل إلى المركز الثالث مكارم القادمة والمتحركة لأحمد بن مانع بن علي الشامسي، والمركز الرابع القادم في هذه اللحظات. هذه وجدان، هذه وجدان لسيف بن علي بالضحاك الشامس، يتقدم. اضحك وابتسم يا بالضحاك بهذه المشاركة، بهذه المنافسة، بهذه التحديات الجميلة من خلال هذه المنافسات. وصلنا للمركز الخامس، وأجد العاصمة، أجد العاصمة سلطان بن خاتم بن محمد الشامسي، شاعرنا محمد بن خاتم يتقدم بكلماته العذبة، يأتي بهذه المنافسة الجميلة. ولكن الوصول منه مسعود بن عبد الهادي بن علي المري، يتقدم ويتحرك على المركز السابع منه. هذه نهاية، هذه نهاية القادمة لبخيت بن محمد بن حمد الفهيدة المري، يتحرك بنهاية ويتقدم، ونحن ما زلنا في البداية. من اللي وصل بالمركز الثامن حشيمة أحمد بن عبد الله بن محمد الرميدي، والمركز التاسع القدوم هنا من الطيارة لشطيط بن سعيد بن محمد الاكتبي، وتحركت من حافة لسعادة حميد بن سعيد النيادية الاتحادي، يقدم لنا شعاره ويقدم لنا القادمة من حافة. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء، هكذا هي المنافسة في تحفة ميادين السباقات، في ميدان المرموم، في مهرجان المرموم التراثي والختامي الكبير الذي يجمع ما بين الماضي وما بين الحاضر. لكن وين مقدمة الشوط؟ مقدمة الشوط المركز الأول مذعور، يا مذعور على المركز الأول لمحمد بن سريع بن محمد بن حطاب الاكتبي، يتقدم بمذعورة بالصوت والصورة، يتقدم ليمتع جمهوره على مقدمة الشوط. ولكن المركز الثاني من اللي وصل، هذه القادمة نهاية،
دي نهاية الواصلة بشعارك يا بخيت بن محمد بن حمد الفهيدة المرية من اللي وصل وصلت هنا من حافة لسعادة حميد بن سعيد النيادي يتقدم على المركز الثالث ليقدم لنا درة من درر النيادي يتحرك في هذه اللحظات والواصل المتحرك المتقدم وصلت منه وصلت منه هذه بشعار مسعود بن عبد الهادي بن علي المري وتحركت الشعارات ووصلت وجدان سيف بن علي بالضحاك الشامسي ووصلت الطيارة لشطيط بن محمد لشطيط بن سعيد بالعامري هنا القادم الاكتفي يا سلام بن دري وصل يقدم لنا منوى وبن منانه وصل يقدم لنا سجا يا سلامي يا سلامي يا هذا الشوط ولع 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 الشوط ولع ولعت المنافسة لكن وين المقدمة هنا مع المركز الأول ومع الصدارة هذه هي نهاية هذه هي نهاية هذه النهاية هنا مع الألف ومئتين الأخيرة المتبقية المتبقية عن نهاية هذا الشوط مع المنافسة الكبيرة والتحديات المركز الثاني وصول جميل وظهور مميز من منه وتحرك تحرك بن دري تحرك بن دري مع منوى سعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي الشبل 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 ولكن هنا مع منا مسعود بن عبد الهادي بن علي المري هناك مع هذا القدوم الجميل وصلتنا اليافل لمعالي علي بن محمد بن حماد الشامسي وصلكم بومانع وصلكم بومانع والهداف بالمرافقة يا سلام يا سلام بن منانة قادم على المركز الرابع وتحركت ايضا هناك مها الزاع بن محمد بن سالم اليديلي لكني بعود الى المعركة الى طموح راشد بن خليفة بن سعيد بن عنتر الاغفلي الاغفلي ياهم على قفلة ياهم على قفلة وتحركت هنا مها هزاع بن محمد بن سالم اليديلي 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 هنا في اللحظات الاخيرة مع مها مع مها مع مها مع الفوز مع الانتصار سلام يا مالك مها هزاع بن محمد بن سالم اليديلي وسلام السلطنة سلام على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني هنا طموح راشد بن خليفة بن سعيد بن عنتر الاغفلي المركز الثالث هنا حضرت هناك اطلال لخليفة بن مكتوم بن راشد المزروعي المركز الرابع كانت مع المركز الرابع هي حفلة لموسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى والمركز الخامس كانت مع اليافل معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي اذا نعود بالتوقيت الزمني تسع دقائق خمس ثواني وخمسة اجزاء من الثانية هو توقيت المركز الاول تهانينا والناموس لمالك مها هزاع بن محمد بن سالم اليديلي على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني تسع دقائق وست ثواني بالوفاء والتمام والكمال هو توقيت المركز الثاني اللي هي كانت طموح لراشد بن خليفة بن سعيد بن عنتر الاغفلي ادت عرض رائع تشكر عليه ويشكر مالكها المركز الثالث تسع دقائق ست ثواني وجزء واحد من الثانية اللي على المركز الثالث
كانت بالمركز الثالث هي الطلال لخليفة بن مكتوم بن راشد المزروعي. هكذا هي النتيجة، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.